كابتن علاء، ألف مبروك، فوز مستحق وفوز رائع للنادي الأهلي. الله يبارك فيك يا أيمن، بس تعديل وحط قدمين. لسه احنا دايما بنقول ايه؟ لا لا الحسم في الماتش الثاني. انت احلى حاجة عملتها النهاردة، انا كنت بقول لك بنشطون ايه؟ فرصة النادي الأهلي النهاردة يحسم المباراة. النهاردة الحمد لله الشوط الثاني بالعقلية اللي نزل بيها كولر واللعيبة قدر يحجز هدف والثاني والثالث، وكان ممكن يجي الرابع. فرصة النهاردة ماليش دعوة بظروف الفريق المنافس، أنا ليا دعوة بال 90 دقيقة. أنا عملت 90 دقيقة، أخدت المباراة اللي أنا عايزه، أديت الحمد لله أداء محترم جدا خصوصا الشوط الثاني. كسبان نتيجة ما حصلتش في الترجي تقريبا أول مرة تحصل. أعتقد أنا بعت أسأل. أنا لا أنا تقريبا متأكد أيمن أول مرة الترجي يخسر 3-0 على أرضه في رادس. فدي أنت النهاردة عامل حاجات حلوة كتير جدا جدا جدا، الحمد لله نتيجة عالية جدا. اداء الشوط الثاني محترم، تعامل مع المباراه بامتياز، خدت كل الاسباب اللي قبل المباراه لصالحك، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاستوديو. الحمد لله ان انت خد كل الاسباب اللي حصلت قبل المباراه لصالحك انت، وانت نجحت انك تعمل كده في المباراه. 3-0 مفيش خطوره خالص عليك، انت مركزك الدفاعي ممتاز، الناس كلها يعني استغلت الفرص على احسن ما يكون، وبقول لك كان ممكن كمان تزيد. فالنهارده الحمد لله مباراة ممتازة، ألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. ماشي أنا همشي معاك بس في الحتة دي لحد آخر حاجة. يعني المباراة القادمة إن شاء الله في القاهرة هتبقى يعني تأكيد مش أكتر، لكن هي مباراة مش مقلقة خالص الحمد لله. أنت بتتكلم أيمن في وجود جماهيرك اللي هتيجي إن شاء الله تحتفل بيك إنك هتوصل للنهائي، فتخيل وجود الجماهير مع شكل فرقتك مع إنك أنت عايز توصل للنهائي. لا الموضوع هسألك سؤال في النقطة دي، الجماهير بعد الثلاثيه النهارده تحضر الماتش الجاي اكتر؟ اكتر طبعا، جماهير النادي الاهلي حاله تانية خالص. يعني الجماهير العاديه يقول لك ده خلاص الاهلي حسم احنا مش لا لا، جماهير الاهلي هتملى الاستاد باقصى عدد موجود مسموح به طبعا من المؤسسات او المسؤولين، وهيبقى موجود عشان يشجع فرقته، موجود فرحان بفرقته على اللي حصل النهارده، موجود عشان احنا معاكم، احنا فرحانين بيكم وبنزقكم كمان توصلوا النهائي بشكل ونتيجة محترمة جدا. لا هتلاقيه كتير، مش جمهور النادي الأهلي اللي يعمل ده يعني. لا جمهور النادي الأهلي حاجة مختلفة خالص. لو في جماهير تانية أنا أمشي معاك، أقول لك يعني نصهم ممكن يكسل والنص الباقي يقول لك خلاص ما احنا الحمد لله كده. أنا بسألك عشان أسمع منك الإجابة. لا 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 لا، أصل الإجابة دي معروفة من زمان، جمهور النادي الأهلي أنا دايما بقول كلمة هنا، جمهور مختلف تماما خصوصا في تشجيعه لفرقته في حتة الكورة كده. في الكرة لا الموضوع مختلف، بتبقى في اوحش حالاتك وتلاقيه واقف في ظهرك، احسن حالاتك فرحان بيك وهو فرحان. فالنهارده انت في حاجتين حصلوا، جمهور الاهلي فرحان بيك قوي بالنتيجه وهو فرحان ان انت كسبت 3-0 بره ملعبك بالشكل ده الحمد لله، وما عندكش ما فيش خطوره ما فيش حاجه خالص، ما فيش اي تدخل تحكيمي بالمره. صح. انا اشدت بالحكم بين الشوطين وما زلت اشيد بيه، واكيد طبعا كابتن ناصر هيتكلم عليه بغض النظر حكم مغمور حكم معروف. لا ادت مباراه النهارده ممتازه، ما استعنتش بالفار في لقطه حتى فيها شك. كل قراراته انا عجباني حتى لو قرارات قليله جدا، لكن لا أنا بس الاهلي سهلوا الماموريه، لان الاهلي من بدايه او انت بتتكلم على ايمن من فريق في اول 8 دقائق كان خلى الماموريه سهله عليه هو. صح. سهله على الحكم، صعب على شال من عليه الضغوط، شال الضغوط من على الحكم بالظبط، وصل فريق الترجي ان انت بتدور على المستحيل، انت بتدور على المستحيل من اول 9 دقائق 1-0 مع النادي الاهلي في حالتك انت في رادس. لا والحمد لله اللي عجبني ان النادي الاهلي ما اكتفاش، لا انا بالزبط. مش هكتفي، انا اقدر اجيب الجول الثاني، طب اجيب الجول الثاني والثالث، اجيب الجول الثالث. هو ده دي العقليه الواحد بيحبها في لعيبه النادي الاهلي. انا دايما طماع، طبعا مش وحش في الكوره على فكره، لما يجي لك فرصه زي كده لا 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 لا، فرصه لازم استغلها احسن استغلال، والنهارده كولر ولعيبه النادي الاهلي استغلوا الفرصه بامتياز. 95 دقيقه النهارده استغلوهم كويس جدا جدا جدا، كلعيبه كاداء كمدير فني، استغل حتى تغييراته، استغل اطمن على كل لعيبته النهارده، الناس اللي احرزت اهداف بيرستاو وكهربا في احسن حالاتهم، اكيد النهارده بيرستاو هدفين وكهربا هدف. انت بتتكلم النهارده يا ايمن من المباريات القليله جدا اللي انت بتطلع مكاسبك فيها الحمد لله ما عندكش خساره واحده. بالزبط. الحمد لله. بالزبط. ولا عندك خساره مثلا جه فيك هدف، ولا خسرت لعيب بانذار او حاجه، ولا خساره في اصابه. طالع النهارده فريقك كامل متكامل، كسبان فرحان، مقدم مباراه حلوه جدا، رساله جامده جدا للي هيقع معاك في النهائي ان شاء الله رب العالمين، ان البطوله دي بتاعت النادي الاهلي يا رب. بغض النظر على الترجي هيقول لك الترجي ما علينا، انا
يعني ماشي الترجي ظروفه مش كويسه، انا مع لازم استغل الظروف طبعا. دي كره قدم، هو اللي انا قلت عليه من اول ده كده، هو ظروف انت ظروف هو مش كويسه مفيش جماهير ايه، لا انا استغل الظروف دي، والحمد لله استغليت النهارده المباراه احسن استغلال. صحيح. امتياز النهارده في كل حاجه. انا عن نفسي لا الشوط الثاني انا مبسوط من الشوط الثاني بنتيجه باداء بروح بتفكير بشكل، لا 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 لعيبه تحس ان كده في التزام في الملعب. في روح موجوده في التزام في الملعب، في ثقه كويس قوي، عندك ثقه في نفسك. مظبوط. هو فقد الثقه تماما، وعلى فكره فضل ليك انت مش لحاجه، فضل ان انت من اول مباراه 1-0 ضاغط عليه مش مديله اي فرصه ان هو يهدد الشناوي، فالحمد لله النهارده الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله تكملوا فرحكم هنا في القاهره، تبقى يوم فرحه تكمل النتيجه ان شاء الله، ويبقى يوم احسن من كده ان شاء الله في اللاعبين طبعا بوجود الجماهير ده اكيد ان شاء الله. ان شاء الله.